طابت اوقاتكم بكل خير، واهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في هذه التغطيه لدوره الالعاب الاسيويه المقامه في الصين هنا على مستوى مسابقات كره القدم. لقاءنا في هذا الصباح طبعا يجمع المنتخب السعودي في مواجهه منتخب منغوليا الاخضر السعودي بقياده السيد سعد الشهري. انتظار ضربة البداية هنا لأحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا في كل مكان من أحداث هذه المواجهة. كل التوفيق أكيد للمنتخبات العربية الموجودة في هذه البطولة. تنطلق ضربة البداية مشاهدينا. سعد الموسى خلف المدافع الممتازة، هنا الانطلاقة خطيرة، هذه المحاولة عن طريق الجهة اليمنى البحث عن العرضية، لكن أيضا التغطية أمام هيثم عسيري، كرة في الجهة اليمنى، عرضية لمنطقة الجزاء، مران بالراس ولكنها في منتهى الخطورة، مرت خطيرة جدا كانت للمنتخب السعودي. محمد مران مهاجم النصر في اللقطة الماضية كاد أن يظهر، لكن كرة إلى خارج الملعب. العرضية جميلة، العرضية حلوة كانت من محمد أبو الشامات، جميلة يا أبو الشامات، إلى خارج الملعب بالقدم اليسرى جاءت، مران يرتقي ولكن كرة جاءت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. هنا المحاولة ما زالت داخل منطقة الجزاء، عرضية في منتهى الخطورة لكنها إلى خارج الملعب. إلى ضربة مرمى، هجمة كانت قريبة للمنتخب المنغولي. جولة أكيد منتظرة فيها الاتفاق والطائي، الرائد والتعاون، ضمك والهلال، الفتح والاتحاد، مباراة منتظرة أيضا الشباب والحزم، مباريات الجولة الأسبوع السابع من بطولة الدوري. هذه خطيرة، فرصة فعلها هيثم، فعلها عسيري، يسجل ويحتفل هنا على طريقة 1-0 للأخضر. فراد وجه لوجه على طول، يضع الكرة في المرمى، يضع الكرة في الشباك بشكل رائع بشكل جميل للمنتخب السعودي. 1-0، هيثم يسجل من جديد. أمامية، كرة في انطلاق الآن هجومية، البحث عن هدف آخر، البحث عن ضربة أخرى، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن هذه المرة حارس المرمى. وصول المباراة النهائية بل الفوز بالميدالية الذهبية. هذه انطلاقة سريعة، وهذا هيثم، هذا هيثم، خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء، فيها محاولة وحارس المرمى يتألق، يتصدى هذه المرة من أمام هيثم، كانت في منتهى الخطورة بشكل ممتاز من أمام هيثم عسيري، لاعب اللي ايضا بشكل رائع جدا اخذ كرة نايف مسعود ثم مرر باتجاه نواف، نواف للامام، عودة مرة اخرى، كرة ملعوبة طويلة عالية للامام، خطيرة هذه المحاولة قوية من مران، جميلة كانت، حلوة الكرة يا مران، يبحث عن العودة مرة اخرى على مستوى بطولة كأس الأمم الآسيوية القادمة، للامام جميلة. ما زالت هنا في نص الملعب، تغيير اتجاه اللاعب بشكل ممتاز لمصلحة المنتخب السعودي، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية، الله الله على مران، على مران في اللقطة الماضية، جميلة كانت، رايحة رايحة إلى الشباك، كرة في منتهى الخطورة لمصلحة المنتخب السعودي لكنها ضاعت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى في اللقطة الماضية، فيها مرور، فيها تمريرة، فيها استلام، فيها مراوغة، فيها صالح، بينية جميلة، كرة وين يا الصبياني، وين؟ عرضية كانت يا الصبياني، لكن أيضا التغطية من جديد هنا في نص الملعب، ثم الصافرة تأتي مشاهدينا لشوط المباراة الثاني في دورة الألعاب الآسيوية. هدف رائع جدا كان على طريق هيثم عسيري في أقصى جهة اليسار، بعد ذلك عودة، مرور رائع، صالح يمر، صالح يعدي، صالح يتوغل، صالح يدخل في الزحمة، صالح خطيرة جدا، ما زالت صالح، الله الله الله، ركلة جزاء يا لعيب يا فنان، يا لعيب يا فنان، خلوها لصالح، اتركوها لصالح،
2-0 للمنتخب السعودي قد تكون من علامة الجزاء. شوف المهارة، المراوغة، التلاعب، يا عيني يا عيني يا عيني، الله عليك يا صالح. هنا المهارة، هنا ركلة الجزاء. صالح يتفنن، صالح يعبث بدفاعات منتخب منغوليا ويتلاعب بهم في اللقطة الماضية وركلة جزاء. والأربعين يستعد مران، يحاول مران، يتقدم مران، يتقدم مران للأخضر السعودي. الآن مران يحاول، مران قوية في المرمى، ثاني أهداف المنتخب السعودي من علامة الجزاء. 2-0 هنا في هذه المواجهة، كرة جات قوية في الزاوية البعيدة، في الزاوية الصعبة المستحيلة. 2-0 هنا للمنتخب السعودي وفرحة الشهري سعد. مران كرة لا تصد ولا ترد، مران على طول يلعبها قوية بالقدم اليسرى في سقف المرمى على طول. هدف رائع من علامة الجزاء للأخضر السعودي من أجل صدارة المجموعة. كرة تعود، أوهو يا صالح، أراد أن يسجل هدف عالمي صالح في اللقطة الماضية لكنها تحولت إلى خارج الملعب، كانت في منتهى الخطورة هذه اللقطة وهذه الكرة. حلوة حلوة كانت من صالح أبو الشامات لكنها تحولت إلى خارج الملعب. صالح أبو المهارات والأخيرة من دور المجموعات هنا في دورة الألعاب الآسيوية. كرة تعود خطيرة هذه المحاولة داخل منطقة الجزاء. الصبياني، الصبياني حسين يحاول، حسين ما زال داخل المنطقة، خطيرة للأخضر هذه الكرة، فيها مرور، فيها تسديدة قوية، في منتهى الخطورة كانت. الخطر يأتي من كل مكان. هذه المرة عبد الملك العيري في اللقطة الماضية، كرة عبد الملك إلى خارج الملعب، استلمت في المدافع، التراجع في الفترة الأخيرة. كرة في نص الملعب من جديد، تمريرة بينية، مران، مران خطيرة، كرة الثانية، هيثم، هيثم، هيثم يسجل ولكن القائم أمام هيثم، تعود مرة أخرى، كرة ما زالت قائمة داخل المنطقة إلى خارج الملعب، إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في اللقطة الماضية كانت في منتهى الخطورة. الكرة الأخيرة حلوة كانت من هيثم لكن القائم يرفض هدف ثاني للمنتخب السعودي. شوف اللقطة، المدافع والقائم، المدافع والقائم في اللقطة الماضية كانت خطيرة جدا ولكنها بعد ذلك ضاعت، لكنها أيضا تتخلص. ارتداد الآن سريع في الجهة اليمنى، عسير يطلب الكرة، وصلت إلى هيثم ثم بعد ذلك لمسة صالح في وسط الملعب. فيصل غامدي، فيصل لمسة جميلة، مران خطيرة، صالح خطيرة، بوشا، الله، لم تكتمل الكرة الأخيرة. صالح أبو الشامات في شوط ثاني يتألق، يتفنن، يتلاعب هنا بطريقة جميلة رائعة جدا بدفاعات منتخب منغوليا. الله على صالح، جميلة كانت لكن للأسف غادرت إلى خارج الملعب، لم تكتمل الكرة الأخيرة. مناورة للمنتخب السعودي تدريبية هنا، الله على المرور، كرة فيها انطلاقة الآن، تقدم ممتاز، لمسة باتجاه صالح جميلة لكن أيضا فيها تغطية ثم تصل في الجهة اليمنى، عرضية إلى منطقة الجزاء، رائعة كانت من عسيري ولكن إلى خارج الملعب. هيثم، هل يغادر هيثم؟ اللحظات القادمة شاهد اللقطة، الدخول في اللقطة الماضية العرضية كانت ممتازة من عبد الملك العيري لكنها تحولت إلى خارج الملعب. ضربة ركنية، سعد الناصر يلعبها عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن التغطية، وتسديدة من مران، كرة مران إلى خارج الملعب، كرة مران إلى ضربة زاوية، ضربة ركنية الآن لمصلحة المنتخب السعودي. مباراة عبارة عن دفاع ضد هجوم طوال 73 دقيقة. ما زالت المحاولة من خارج المنطقة، التسديد قد يكون حل.
مسعود يسجل قوية لا تصد ولا ترد. هدف ثالث في منتهى الروعة، هو الأروع، هو الأجمل. كرة قوية جدا، الله على نايف، الله على كرة نايف، قوية كانت في منتهى الروعة، في منتهى الجمال. هدف ثالث للأخضر السعودي. نايف من هذا المكان البعيد، من هذه المسافة البعيدة قوية، حاول معها الحارس المنقولي ولكن لم ينجح. هدف هو الأروع، هو الأجمل. هنا سيستعد لفيتنام من أجل صدارة مجموعة، أيضا صدارة هذه المجموعة. كرة في الجهة اليمنى انتهى الوقت. عبد الله يطرق، عبد الله يحاول، تقدم موجود للمنتخب السعودي. خطير هذه المحاولة، رديف من وادي رديف يتوغل، ولكن حارس المرمى، حارس المرمى في اللقطة الماضية تصدى. كرة كانت جميلة، عبد الله طلق تقريبا من نص الملعب، لكن كرة تبع ذلك تحولت إلى خارج الملعب، ضربة زاوية. ورديف يراوغ الجميع، يتوغل، يضرب، ولكن بعد ذلك كرة إلى خارج الملعب تحولت إلى الجهة اليمنى، ما زالت لمصلحة المنتخب السعودي. وبعد ذلك صافرة موجودة تعلن عن نهاية هذه المواجهة. نبارك لسعد الشهري لعناصر المنتخب السعودي هنا هذا الفوز، هذا الانتصار الثمين. 3 نقاط تضع المنتخب السعودي في رأس وصدارة هذه المجموعة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا مع ختام المواجهة، شكرا لكم.